ازيكم؟ معكم صلصال جدي. النهارده بنتكلم عن روتين الشتاء او بمعنى صح روتين يوم المطر. بس قبل ما ابدا الفيديو، زي ما انتم شايفين كده المطره مقصره على الشباك وباين ان كان في مطره. اعملوا لي اشتراك وفعلوا زرار الجرس وكمان اعملوا لايك. انا عارفه ان انتم بتبقوا ناسيين فانا مسامحاكم. لو دوست لايك واشتراك يبقى انت عداك العيب واذى. تعالى بقى نشوف الاول ايه اللي حصل في يوم المطر، عشان انا كنت في الشارع وصورت بالصدفه وهرجع لكم تاني. زي ما شفتوا في الفيديو كده بالظبط اللي حصل. المهم ان المطره مطرت جامد واحنا في المحل، كنت رايحه بدل بنطلون وكده. المهم السيستم واقع والنور قطع من كتر شده المطره. بصوا سبحان الله، اليوم ده اصلا كان المطر يعني ما يش باين خالص ان الدنيا هتمطر، هي فجاه مطرت تلج والناس اتخضت جدا. الحمد لله. المهم بقى روحنا البيت، طبعا مشينا ماشي عشان ما كانش فيه مواصلات خالص وناس كتيره واقفه. فايه، هو المحل كان جنب البيت فمشينا طبعا. ايه مش عايزه اقول لكم احنا كنا ماشيين ازاي بصراحه. فالمهم بعد كده روحنا البيت، لقيت البلكونه كلها كانت تلج والاوض كلها كانت مليانه طينه زي الشباك ده بالظبط، لان انا كنت سايبه الشبابيك مفتوح. المهم دخلت المطبخ برده لقيت الشباك متطين والمطبخ والحوض والمطبقيه كل حاجه. المهم قلت تاني يوم بقى انا هظبطها عشان كنت خلاص تعبت، كنت بنضف بقيت الاوض فتعبت وكنت راجعه كمان من مشوار ماشي. المهم بصوا انتوا شايفين اهو، انا بدات ان انا كنت انضف في الشباك والحمد لله نضف شويه. المهم بعد ما انا نضفت الشباك قلت هبدا في المطبخ بقى، انا يعني انظم الدنيا شويه. طالما انا بدات في تنظيف الشباك وكده قلت اخد بقى الروتين اللي انا ايه انظم يعني وارتب وكده. المهم انتوا شايفين ده درفة بتاعت المنظفات. اول حاجه عملتها جبت السلك الالومنيا ده، عشان كنت السلك الالومنيا كان عندي خلص، وبدات ان انا اقطعه مربعات صغيره زي ما انتوا تشوفوا كده، علشان دي اسهل حل موجود معايا. علشان انا ما باجي اشد السلك زي ما احنا بنعمل كده لو احنا مش مقطعينه بالمقص، شديناه الايديه طبعا بتتعور وسلك اغلبيته بيبوظ. فانا على ايه، انا احافظ على ايدي واحافظ على السلك واعمل مربعات زي ما انتوا شايفين كده، وبحطها في المنظم الشفاف وبحط تحتها بلاستيك، كيس بلاستيك، علشان فتافيت السلك ما تقعش في الظرف. طبعا انتوا لاحظتوا في اول الفيديو ان انا وريت لكم التينه الصبح وانا نظفت الشباك بالليل. انا اصلا نظفت الشباك تالت يوم، يعني اول يوم بتاع المطره ده كنت تعبانه ما قدرتش انضف. تاني يوم وقعت، كان في كنت رايحه الاستاد وكده، المهم الاستاد المنصوره. المهم كنت طالعه على سلالم كده معينه دارت درجه، انا اتشنكلت في التالته دي. بصوا طرت كده كاني، بصوا طرت بحد يسمع عليا، وقعت حته وقعه. بصوا رهيب، عارفين لما واحد الجون يجي ينط على الكره علشان يمسك الكره، هو ده اللي حصل بالظبط معايا. بس انا ما كانش في كوره امسكها. المهم يعني بصوا ايديا وكوعي اتظبطوا، كوعي لحد دلوقتي اصلا متعور وتعبني، فعشان كده ما قدرتش ان انا انظف وارتب المطبخ على يوم، فانا عملته على يومين. المهم ان انا شايفين طبعا الفرق، ان انا يعني نظمت شويه الدرفه. هبدا بقى في الدرفه اللي تحت دي، كل القماش اللي انا هطلعه ده انا بمسح بيه الارض. شايفين اللي ورا ده بمسح بيه الارض، مثلا بمسح بيه الحديد اللي بره الشقه، فده مهم قوي. وقطعه الفلين دي سايبها برده عشان ساعات بعمل حاجات ريسايكل وكده، فما بحبش اتنازل عن الحاجات دي، بحس ان هي معايا. والطبق الموف ده بقى بعجن فيه معجون او اسمنت لو انا عايزه بقى اعمل حاجه وايه يعني اعيش بقى في الحياه دي، فعامله كل الحاجات دي. طبعا الفرشه بتاعه السجاجيد اللي هي محطوطه على جنب دي انا ما استخدمتهاش ولا مره علشان بتاكل صوابعي، فبستخدمهاش اصلا. المهم ان انا بدات انظف تاني، انظف اللغه العربيه عندي رهيبه فبيبان في الكلام بتاعي. المهم بقى دخلت على الدرج، شايفين كميه السرحان؟ بقول ايه ده والله، انا فتحت الدرج بقول ايه ده، ايه اللي جاب الشراب ده، مش بهزر. وكنت همسحه من الفيديو كده، قلت همسحه ليه، ما انا عايزه ابين الحقيقه يعني. وشايفين كميه المناديل، المشكله ان المناديل دي كلها نظيفه، ببقى انا واخده مثلا شويه في الشنطه بتاعه الخروج، اجي افضي الشنطه بفضيها في الدرج. كميه التخل بفضيها في الدرج ده انا مش فاهمه، زباله مشابك، انا مش عارفه بصراحه الدرج ده كان عباره عن ايه، يعني باسكت زباله ولا درج شرابات ولا معالق ولا مشابك، بصراحه مش عارفه. والورق اللي مكتوب عليه ده
دي طلبات انا بكتبها. طب بعد ما كتبتها المفروض اقطع الورقه، ما اعرفش انا بحطها ليه، مش عارفه. المهم بدات ان انا ارتب المعالق الصغيره لوحدها والمعالق الكبيره لوحدها. بصوا بقى الحته دي رهيبه، السحر بتاعي شايفين، محدش يعرف يعمل السحر ده. واو انا بس اللي بعرف اعمل السحر ده. المهم شفت بقى بعقلي كده شويه. المهم بقى بدات احط المعالق الصغيره لوحدها والمعالق الكبيره لوحدها والشوك لوحدها والسكاكين والمشابك اللي انا بقفل بيها الاكياس، مهمه في حياتي اتكلمت عليها مليون مره، ده المقص بتاع البقدونس. انا برزع الترزيع ده كله عشان احط معلقه. بصوا بقى الدرج بقى عامل ازاي، ماله النجوم. المهم بعد كده قلت بقى اروق على نفسي واشرب كوبايه شاي. البرطمان وقع مني اتكسر، زعلت قوي على البرطمان، هو نصيب الحمد لله. مش زعلان، لا انا زعلان، زعلان بجد على البرطمان، انا كنت بحبه قوي. الحمد لله الحمد لله يا رب. المهم بقى بدات ان انا ارتب الدرفه دي تاني يوم لما البرطمان اتكسر مني. قفلت الكاميرا وقلت خلاص انا اعصابي باظت، هبدا تاني يوم. المهم بقى ايه، قعدت انظف وارتب. شايفين اللي هو الجردل او البوكس البيج ده، جردل، هو جردل مش بوكس، ده جردل بغطا. ده انا حاطه فيه الرز بيشيل 10 كيلو، فهو حلو جدا ومحكم من الغلق، فهو حلو برضو، اتكلمت عنه قبل كده في بدايه حياتي على اليوتيوب. المهم بعد كده نزلت على الدرفه اللي تحت، قعدت برضو ارتب فيها الدنيا. شفت بقى منها كرتونه، في كرتونه كنت شفتوها برضو، لو انت مركزه هتاخدي بالك، دي كانت بتاعه اللي هو حافظه التورته. فانت لو عايز تشتري حافظه التورته، هاتي حافظه التورته عشان بجد بيحافظ على التورته، بيخليها طريه لمده 10 ايام لقدام. فما تقول انت بتسيب التورته، بهزر يا ستي، 10 ايام قدام انا بهزر، بعمل الاعلان بس بطريقه مقفره شويه. المهم خلاص انا خلصت الحمد لله. ده دخلت بقى على البلاستيك، ده الدرفة بتاعت البلاستيك بقى اللي هي العلب التلاجة والاطباق البلاستيك والمصفيات والكلام ده كله. بصوا بتقع لوحدها، بصوا هيحصل ايه، بس اضغط عارفة ماشين بالتاتش، تاتش كده بصبعي تنزل على طول على الارض. كل مرة يحصل كده بقى ببقى محتاجة طبق، لازم كله يقع عشان اجيب الطبق اللي انا عايزاه. والدرفة دي على فكرة، انا بنظمها كتير، بس هي سبحان الله يعني بتحب ان هي تتبهدل كده مع نفسها، بس مش مشكلة انا وراكي وراكي. طبعا شايفين انتوا الاتنين اللي بيحبوا بعض اللي مرسوم عليهم لاف، دي ده انا حاطة فيه المشمع، فبرضه المنظم ده حلو جدا. المهم بعد كده دخلت بقى على اللي تحت، ده بقى الغطيان يعني عشان ابقى انا عارفة ان الغطيان تحت والعلب فوق والدنيا تبقى منظمة شوية، هي حركة حلوة قوي. والحاجات بقى اللي ورا مكركبة دي حاجات بلاستيك انا ما بستخدمتهاش، مش بستخدمها يعني، فحطها ورا علشان ايه ما تعمليش زحمه. بس كده شايفين النظام، ما النظام جميل جميل. هندخل بقى على الشباك مره تانية. طبعا انا قلت لكم ان انا عملته على مراحل، فانا غسلت الستاره لان هي كانت متطينه، وبعد كده بدات ان انا اركبها، بقيت اركبها بالراحه خالص علشان خايف عليها ان هي تتقطع عشان هي قماشتها ضعيفه جدا. فبصوا كنت واخده بالي على الاخر يعني بحرص جدا، كنت حاسه انا والله بحشي منبار، مش عارفه ليه حسيت الاحساس ده، مين اللي حس الاحساس ده لما شاف المنظر ده. المهم ان انا بدات برضو اعمل في التانية برضو نفس النظام، اعدلها وادخلها بالراحه علشان ما تتقطعش عشان هي ضعيفه. انا اصلا كان عاجبني فكره ان هي شفافه كده، حطاها كديكور يعني. بس وبعد كده بقى جبت البتاع اللي هي بتاعت الماسوره دي وركبتها. طبعا الماسوره مش مظبوطه عشان انا قطعها بايدي، انا عامله كل ده بايدي اصلا، الستاره بايدي والماسوره بايدي. طبعا مش عايزه اقول لكم ده كانت حصلت فيها ايه وانا بقطع الماسوره دي. بعد كده ركبتها في الشباك، وبصوا الشباك نضيف ازاي، يعني ايه الجمال والحلاوه دي، نضيف بقى لونه ابيض، بقى لونه ابيض. المهم بعد كده بصوا شايفين السلك ده او الاستك ده بتاع كمامه اصلا، والله الكمامات دي مفيده برضه. المهم بعد كده دخلت اظبط، قلت ارتب بقى البصل والثوم، وما تنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم الحاجات الجديده، وتابعوني على الانستجرام، هحط لكم برضه اللينك بتاعه في اول تعليق، واستنوني الفيديوهات الجايه. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك، وتابعيني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.